حقق فريق وفاق عين توتا فوزا صعبا في أو تأهلا صعبا إلى المباراة النهائية ضمن بطولة القسم الوطني الممتاز رجال بعد فوزه أمام نادي برج بوريريج بنتيجة 22 مقابل 21 في مباراة قوية احتضنتها قاعة عين طايا بالعاصمة. التغطية لبلال هارنون. الحمد لله اليوم الماتش كان تري ديفيسيل لينا، حاجة واحدة أخرى جرينا الماتش ديالنا كوم الفو الحمد لله مبروك علينا، وإن شاء الله مازلنا غدوة أن ماتش اللي هو سي البلوز امبورتون لينا على التيتر إن شاء الله. المباراة كانت صعيبة من الأول وكانت باينة باللي تروح هكذا، الحمد لله في الدقائق الأخرين عاودنا ريكتيفينا رواحنا والحمد لله على فيكتوار بربي، إن شاء الله رانا مبريباري ولا فينال وإن شاء الله التيتر إن شاء الله. ممكن يعني التحكيم يعني كان نوعا ما ما نقولش منحاس لكن يعني كان فيسيو شويه الشيء اللي اثر علينا نوعا ما في اخر المقابله، ممكن كانت اخطاء اللي ما تصفرش لينا، بالعكس فريق الخصم اللي صفروا الاخطاء. احنا طلبنا يعني من الاتحاديه باش تغيرنا الحكام، كان عندنا الاسبوع الماضي يعني مباراه وان كانوا يعني ممكن ما حكموهاش المستوى، وهما في المباراه الماضيه فريق الخصم طلب باش يغير الطاقم التحكيم وغيروه له، احنا الموسم طلبنا هذا الاسبوع باش يغيروه ما غيروهاش، ما سؤال يبقى مطروح. الحمد لله يعني احنا في الميدان عملنا اللي علينا، ادينا مباراه بطوليه.